السادسة منتخب عربي آخر المغرب أوقعته القرعة في مواجهة بلجيكا المصنف الثاني عالميا، كرواتيا واحد من أقوى الفرق في أوروبا، وكندا الحلقة الضعيفة في هذه المجموعة. المغرب هل بإمكانه خطف تأشيرة المرور وإعادة سيناريو 86؟ صعيب جدا، صعيب جدا، خاصة بلجيكا ثاني الترتيب في العالم ووصل دور متقدم في كأس العالم اللي فات حتى كأس أوروبا، كرواتيا منشط نهائي كأس العالم اللي فات في 2018. كين كرواتيا فريق عواجيز، كامورا لاعبوه في السن، لا أعتقد بأنه ما زال بتلك القوة عمار. نظن ما زال بتلك القوة. تشوف مودريتش وبروزوفيتش، تشوف بيريسيتش، تشوف بيريسيتش على الجال اليسرى في الانتر، تشوف لاعبين ممتازين جدا. كوفاسيتش. المواجهة الأولى للمغرب ستكون أمام كرواتيا، إذا فازت المغرب على كرواتيا في المواجهة الأولى فإنها بنسبة كبيرة ستتأهل، لأنه تبقى لها مباراة أمام كندا، مباراة سهلة نسبيا. شفت كندا؟ اسمح لي، شفت كندا؟ لم أشاهدهم. أنا شفتهم. منتخب قوي. منتخب قوي. أنا أتحدث عن كندا كاسم وليس كمنتخب، لأني بصراحة لم أشاهد منتخب قوي. أنا شفته عمار، منتخب قوي. يعني المجموعة تاعو قوية. ما عندوش نجوم، فرديات. عنده ديفيس وقت بايرن. ما عندوش فرديات ولكن عنده مجموعة محمد قوية. ظهير أيسر. أنا نميل أكثر للثنائي. ممكن المغرب إذا فازوا في المقابلة الأتاح راح تعطيهم دفعة أكثر، ممكن يديروا مفاجأة، ولكن حتى التعادل يقدر يساعدهم عمار في اللي قالوا، المهم ما يخسرش المغرب اللي قالوا. شوف اللي يفوز في المقابلة الأولى عنده حظوظ أكثر أن يروح. تصورت المغرب يفوز على كرواتيا في المباراة الأولى، يعني راح خطوة جبارة، خطوة كبيرة أنه يتأهل للدور الثاني، يعني مع كندا يقدر يتعامل مع المقابلة يفوز. وشفنا المنتخب المغربي في 2018 يعني قريب ربح المنتخب الإسباني اللي كان منتخب ممتاز جدا وتعادل معه. يعني المغرب الأداء تاعه حتى التركيبة تاعه تركيبة ممتازة جدا. المدرب لعب كأس العالم من قبل حتى مع الجزائر، يعني علي روزيتش في 2010 أهل الكوت ديفوار وما لعبش كأس العالم مع الكوت ديفوار، في 2014 أهل الجزائر لعب معها، وفي 2018 أهل اليابان لعب معها، والآن أهل المغرب. يعني أربع مرات ما لعبش مع اليابان، لكنه أهل منتخب اليابان. عنده خبرة لبس بها في تسير خاصة منافسات كما هذه. نعم. قاسي سعيد، ترشح كندا؟ لا، ما نرشح كندا، نرشح بنسبة كبيرة المنتخب البلجيكي. من بعد نقول باللي كل شيء محتمل في هذه المجموعات على المرتبة الثانية اللي تبقى، شكون؟ كرواتيا والمغرب وكندا. أي واحد يقدر يتأهل؟ أي واحد يقدر يتأهل. نعم. إلى المجموعة الرابعة، المنتخب التونسي الشقيق سيجد نفسه في مواجهة فرنسا، واحد من أقوى المنتخبات في العالم، ومواجهة الدنمارك، منتخب أبلى البلاء الحسن في اليورو الأخير، ومواجهة إما الإمارات، إن شاء الله تتأهل الإمارات، لما لا، منتخب عربي آخر، أو أستراليا أو البيرو. اللي راحت الحلقة الأقوى، الحلقة الأفضل تبقى هنا بين نقول بالإمارات وأستراليا والبيرو، ربما نرشح البيرو هي اللي تلتحق في بادي المجموعة، وتونس تبقى لها، يعني تبقى لها حظوظ مثلها ومثل الدنمارك، يقدروا يعني يفوتوا الاثنين، واحد منهم يفوت. يكون صراع بين ثلاث فرق اللي هي الدنمارك وتونس والبيرو على ما أظن. هادو ثلاث فرق راح يتصارعوا شكون يروح مع المنتخب الفرنسي للدور. الدنمارك عنده أفضلية أو لا؟ عنده الدنمارك نوعا ما، لأنه صنع المفاجأة في اليورو اللي فات. عنده تقدر تكون عنده الأفضلية، لكن يعني السيارة راح يكون بالثلاث فرق هذا. نعم. في المجموعة الرابعة قاسي السعيد، أقوى مباراة في الدورة الأول ستكون بين إسبانيا وألمانيا، منتخبان سبق لهما الفوز بكأس العالم فيما سبق، منتخبان يعرفان بعضهما جيدا، مواجهة حامية الوطيس. سيكون في هذه المجموعة المنتخب الياباني في محاولة لخطف تأشيرة التأهل، زائد منتخب نيوزيلندا أو كوستاريكا. قاسي، لا ما راحش تكون مفاجأة كما شفنا في 2010، كانت مفاجأة تاع المنتخب الإسباني 2014 لما خرج في الدور الأول. ولكن هنا في المجموعة هذه ما كانش مفاجأة، إسبانيا وألمانيا. أذكرك بأن كوريا الجنوبية فازت على ألمانيا
في المونديال الاخير واخرجتها من الدوري الاول. ايه ولكن انا اقول لك، انت تقول على روحك محمد، واسبانيا والمانيا هما اللي راح يجوزوا في المراتب الاولى والثانيه. يعني الكمبيوتر الياباني سيكون معطل في هذه المجموعه. يتعطل مع الالمان. من الصعب، من الصعب يعني انك تقاوم خاصه المنتخب الاسباني اللي عاد بقوه، وهناك عده لاعبين يعني راهم يلعبوا يعني سواء في برشلونه او ريال مدريد اللي هما يعني نعم. لاعبين واعدين يعني رانا نشوفوا تغير. نعم كيلور نافاس لعب دورا كبيرا في تاهل كوستاريكا الى هذا الدور الفاصل امام نيوزيلندا، ربما مرشحنا كوستاريكا للمرور الى كاس العالم. عمار كوستاريكا احسن في حاله مرور كوستاريكا، اسبانيا كوستاريكا المانيا اليابان، طبعا الجميع يرشح اسبانيا المانيا، لكن هل يمكن ان نشهد مفاجأة سواء من كوستاريكا أو من اليابان؟ ممكن ماشي مفاجأة، لكن يحاولوا كيفاش ينافسوا ألمانيا وإسبانيا، ولكن الأقرب الواقع يقول إسبانيا وألمانيا. اليابان ممكن راح تكون ثالث المجموعة، كوستاريكا تكون رابع المجموعة. أنا نضم لك محمد، لو كانت نعم. معهم كوريا نقول لك كوريا يستطيعون يعني نوعا ما ينافسوا، لكن اليابان ما مشاحين ينافسوا المنتخب الإسباني. اليابان من ناحية الفنية أحسن من كوريا، من ناحية الفنية أحسن من كوريا. مجموعة السابعة، مجموعة عملاق كرة القدم، المنتخب البرازيلي سيكون في مواجهة سربيا، سويسرا والكاميرون. يا عمار الكاميرون للأسف كاميرون طاحت في مجموعة صعبة جدا. ثلاث فرق الأولى تأهلت هي في المرتبة الأولى، برازيل قبل خمسة أو ست جولات تأهلت، سويسرا تأهلت في مجموعة إيطاليا هي الأولى، صربيا تأهلت في مجموعة البرتغال في ما راحتش للملحق حتى، لذلك الكاميرون راح تواجه ثلاث فرق كبار جدا، ولكن ثلاث فرق مرشحين أنهم يروحوا للدور الثاني. يعني البرازيل بلك أكثر نسبة، البرازيل راح يروح لكن الكاميرون يتأهل للمرة الثامنة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، عنده خبرة طويلة وباع طويل في كأس العالم. عمار صحيح، ولكن اللاعبين تاع دركا والمستوى تاع المنتخب تاع دركا نظم اللي ما يخليهمش. أفضل مشاركة كانت في 90 الدور ربع نهائي، خروج أمام إنجلترا 3-2. نظن منتخب الكاميروني ماهوش بهذاك المستوى العالي في هذيك السنوات تاع التسعينات. بالنسبة لي هذه المجموعة هي أقوى مجموعة، لأن ثلاث فرق البرازيل وسويسرا وسربيا كلهم تأهلوا، هم كانوا الأولين يعني في المجموعة تاعهم. سربيا منتخب قوي حسين، سربيا منتخب جد قوي يعني، ويمتاز يعني بلعب حديث يعني، ونشوفوا يعني هذه كأس العالم، كأس العالم ما فيهاش يعني فرق يعني راك شوية ولا يعني تكون لازم في أعلى مستوى، نشوفوا هذه ثلاث فرق هما اللي رايحين يتنافسوا على المركزين الاوليين. صربيا وكرواتيا حافظوا على شويه على ليدونتيتي تاع يوغوسلافيا بكري، لو يوغوسلاف بكري. نعم. البرازيل مرشح للفوز بكاس العالم وليس للمرور في الى الدور الثاني. نعم، واحد من نصنفوا في الصنف الاول اللي قلت لك كان يجي باش يفوز بكاس العالم، البرازيل او فرنسا ولا حتى المانيا. صربيا في هذه المجموعه كانت قادره تدير تتاهل وتخلق المفاجاه.